اولا احب اشكر واهني مرجعنا الكبير والعظيم والعظمه لله سيد علي السيستاني، الله يطول بعمره ويخلي ذخر للعراق وللعراقيين وللامه الاسلاميه كافه. واحب اهني الجيش العراقي البطل وقواتنا المسلحه الشريفه الاصيله اللي بادرت هيك مبادره وكسرت شوكه الارهاب. واحب بالخصوص الحشد الشعبي المقدس، اقول الله معاكم واهل البيت ينصروكم بحق محمد وال محمد. واقول للشعب العراقي ان شاء الله كتله وحده وماكو تفرقه، وان شاء الله كلنا اخوه، واللي نرجوه من كل واحد عنصري وطائفي شوي يلزم روحه، خلي يقول لابنه عيب هذا جارك، عيب هذا صديقك، عيب هذا اخوك، وكنا نصير اهل مثل كنا قبل، والله ما نعرف على الفطره، كنا اهل وهذا واحد طب بيت الاخ، هسه ما اعرف ايش صار بالدنيا، بس ان شاء الله ان شاء الله بحق هذا مصاب الحسين، هو الحسين يبرد هاي النار اللي صارت على العراق، وان شاء الله كل سنه وكل عام كل العراقيين بامان وامن وخير واستقرار. نهني الشعب العراقي وجيشنا البطل الباسل بهذا الجيش العظيم، وان شاء الله ينتصرون بحق محمد وال محمد، وهن حج الشعب البطل اللي دفعوا بثمنهم بدمهم، وان شاء الله النصر للعراق. نهني الجيش العراقي وقواتنا المسلحه البطله على الانتصارات اللي حققتها في مدينه الموصل. واني واحد اب عندي ابني ضابط بالجهاز، اهنيهم وبارك لهم هاي الانتصارات. ان شاء الله منصورين الجيش والحشد، والله يحفظ السيد القائد، والله كل شيء ان شاء الله ان شاء الله رزق والسلام ناقل الشعب العراقي. ان شاء الله النصر وفرحه للشعب العراقي. والتوفيق من الله والكريم منكم اولا واخرا من الجيش العراقي. يا رب ينصرهم ودخولنا الموصل عن قريب ان شاء الله.